السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأخواتي، ذكرنا أن البلاء يعينك على أن تبني حبك لله عز وجل على أسس سليمة، وقلنا أن من هذه الأسس تأمل أسماء الله تعالى وصفاته. البلاء يعينك على فهم هذه الأسماء والصفات. سنتكلم بداية عن صفة الحكمة، حكمة الله تعالى في الابتلاء. سبحان الله، ترى الغافل يشككه البلاء في حكمة الله، بينما المؤمن يزيده البلاء يقينا بحكمة الله. إذن البلاء ذاته يعكر على محبة الغافل لله، لكنه يزيد محبة المؤمن لله عز وجل. قال ابن عطاء الله السكندري: متى فتح، أي الله تعالى، متى فتح لك باب الفهم عاد المنع عين العطاء. متى أعطاك أشهدك بره، ومتى منعك أشهدك قهره. فهو في كل ذلك متعرف إليك ومقبل بوجود لطفه عليك، إنما يؤلمك المنع لعدم فهمك عن الله فيه. إذن قد تحرم من نعمة، فإن وفقك الله عز وجل للتفكر في حكمته عندما حرمك، فإن هذا التفكر سيعود عليك بعطايا هي أعظم بكثير مما حرمت منه، وسترى أن الله تعالى يعرفك بأسمائه وصفاته من خلال هذا البلاء. أما الذي لا يرى البلاء إلا شرا محضا، فمصيبته في قلة التفكر وقلة فهم حكم الله تعالى. قال ابن القيم: ولو أنصف العبد ربه وأن له بذلك، لعلم أن فضل الله عليه فيما منعه من الدنيا ولذاتها ونعيمها أعظم من فضله عليه فيما آتاه منها، فما منعه إلا ليعطيه. المفتاح للتفكر والفهم هو أن توقن أن لله عز وجل في كل شيء حكمة. تجاوز الشك في وجود الحكمة، أيقن بحكمة الله، ثم تفكر ما هي هذه الحكم، وستفتح لك حينئذ كنوز عظيمة. والمفتاح الآخر أن توقن بجهلك في مقابل حكمة الله تعالى. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. دعني أحدثكم عن تجربتي الخاصة، تجربة الأسر. في كل مرحلة من مراحل هذا البلاء الذي مررت به، كنت أتمنى أن يتوقف البلاء عند هذا الحد وأعود إلى حياتي كالمعتاد. قبل تحويلي إلى السجن كنت أتمنى ألا أحول، وقبل المحاكمة كنت أتمنى ألا أحاكم، وقبل الحكم علي كنت أتمنى ألا يحكم علي، وقبل صدور قرار نقض الحكم الذي أفرج عني على إثره كنت أتمنى ألا تطول هذه المدة الفاصلة بين الحكم ونقضه، ولكنها طالت. وفي كل مرحلة كنت أظن أن الأنفع لي أن يقف البلاء عند هذا الحد، لكني في كل مرحلة كنت أكتشف أن استمرار البلاء كان أنفع لي من توقفه. والآن لو سئلت: هل تتمنى أنك لو أن كل هذا الذي حدث لك لم يحدث، هل تتمنى يا إياد لو أن كل هذا الذي حدث لك لم يحدث؟ فجوابي: لا والله، بل أنا سعيد والحمد لله. أنا سعيد أن الله تعالى لم يحقق لي ما تمنيته ودعوت به من الخروج المبكر من الأسر، بل اختار لي سبحانه وتعالى بحكمته ورحمته أفضل من اختياري لنفسي. أحمد الله تعالى على أن استمرت نعمة البلاء هذه المدة الطويلة لأقطف منها الهدايا الربانية العظيمة التي أحدثكم عنها. قال ابن القيم: ومن الآفات الخفية العامة أن يكون العبد في نعمة أنعم الله بها عليه واختارها له، فيملها العبد ويطلب الانتقال منها إلى ما يزعم لجهله أنه خير له منها، وربه برحمته لا يخرجه من تلك النعمة ويعذره بجهله وسوء اختياره لنفسه. ثم قال: فإذا أراد الله بعبده خيرا ورشدا أشهده أن ما هو فيه نعمة من نعمه عليه، ورضاه به وأوزعه شكره عليه. والحمد لله وصلت إلى هذه المرحلة في أواخر بلاء السجن. لم تعد المسألة صبرا فحسب، بل أصبحت أشكر ربي على ما أنا فيه من نعمة البلاء. قبل تجربة الأسر كنت أتساءل أحيانا عن الحكمة في تقدير البلاء على علماء ودعاة يفيدون الناس بدعوتهم وهم أحرار، كالإمام أحمد وابن تيمية وابن القيم وسيد قطب وغيرهم. كنت أفهم بعض الحكم من ذلك، لكني كنت أتمنى أن يطمئن قلبي أكثر. كنت أفهم جانبا من الحكمة نظريا، لكني بتجربة البلاء فهمتها عمليا. إذا ابتليت ووفقك الله تعالى للفهم، فسترى مصداق قول معاوية رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري: لا حكيم إلا ذو تجربة، لا حكيم إلا ذو تجربة. سترى كيف أن من يعمل للإسلام تبقى في شخصيته حلقة مفقودة لا تكتمل إلا بالتضحية عندما يقدم الثمن دعوته. سترى كيف أن الله تعالى يفتح على الأسير في سبيله فتوحات ما كانت تخطر بباله خارج السجن. ستفهم حينئذ
كل كلمة من كلمات سيد قطب التالية، كلمات عظيمة جدا. سيد قطب الذي حبس وأعدم في سبيل الله تعالى قال: فلا بد من تربية النفوس بالبلاء، ومن امتحان التصميم على معركة الحق بالمخاوف والشدائد وبالجوع ونقص الأموال والأنفس والثمرات. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. لابد من هذا البلاء ليؤدي المؤمنون تكاليف العقيدة كي تعز على نفوسهم بمقدار ما أدوا في سبيلها من تكاليف. والعقائد الرخيصة التي لا يؤدي أصحابها تكاليفها لا يعز عليهم التخلي عنها عند الصدمة الأولى. فالتكاليف هنا هي الثمن النفيس الذي تعز به العقيدة في نفوس أهلها قبل أن تعز في نفوس الآخرين. وكلما تألموا في سبيلها وكلما بذلوا من أجلها كانت أعز عليهم وكانوا أضن بها. كذلك لن يدرك الآخرون قيمتها إلا حين يرون ابتلاء أهلها وصبرهم على بلائها. ولا بد من البلاء كذلك ليصلب عود أصحاب العقيدة ويقوى. ثم انظر هنا ماذا قال. قال: فالشدائد تستجيش مكنون القوى ومدخور الطاقة، وتفتح في القلوب منافذ ومسارب ما كان ليعلمها المؤمن إلا تحت مطارق الشدائد. هنا محل الشاهد. انظروا ماذا قال رحمة الله عليه. قال: فالشدائد تستجيش مكنون القوى ومدخور الطاقة، وتفتح في القلوب منافذ ومسارب ما كان ليعلمها المؤمن إلا تحت مطارق الشدائد. إذن هذه من حكم الله تعالى في ابتلاء الدعاء. صحيح أنهم لو بقوا خارج السجن لربما تمكنوا من مخالطة الناس وقراءة المراجع وبث المؤلفات أكثر، لكن الله تعالى يريد أن يخلص نياتهم ويبث الحياة في كلماتهم. فكما قيل: فعل رجل في ألف رجل أبلغ من قول ألف رجل في رجل. إذا بقي الداعية ينظر ويتكلم ولم يضحي لن يكون لكلماته الأثر المرجو. لا يعني هذا أنك ستحيط بحكمة الله تعالى كلها في البلاء، أو أن لك ألا تحسن الظن حتى تدركها. فالله تعالى قال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فلن تدرك إلا قليلا من حكمة الله تعالى. لكنه سبحانه وتعالى بحكمته ورحمته أطلعك على شيء من هذه الحكم ليطمئن قلبك، ليطمئن قلبك. انظر إلى حكمته سبحانه وتعالى في اختيار نوع البلاء. الداعية قد يظن أن الأنسب له ألا يحبس حتى لا يضيع وقته وحتى يوظف طاقاته في دعوة الناس، لكن الله تعالى اختار نوعا مناسبا لهذا الداعية، السجن. وفيه الفوائد العظيمة جدا التي أحدثكم عنها. يسهل علينا فهم هذه المعاني في البلايا الخفيفة نسبيا، لكن القلب قد يساوره الشك عندما يرى أناسا ابتلوا بلايا عظيمة جدا. سنتكلم عن هؤلاء في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. خلاصة هذه الحلقة: ثق بحكمة الله في ابتلائك وستفتح لك حينئذ كنوز عظيمة. والسلام عليكم ورحمة الله.